اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قلت لكم قبل الفاصل بعد بدايه الفقره بتاعتنا الجديده خبر اسعد كل الاهلاويه او فعلا اسعد كل الناس اللي تابعت هذه القضيه في الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت كانت شهدت صدور حكم من التحكيم ضد النادي الاهلي، وصل ربما يكون هو الحكم الاعلى في تاريخ الرياضه المصريه، لانه تم تغريم النادي الاهلي وقتها بما يساوي حوالي 135 مليون جنيه. النهارده بنزف لحضراتكم الخبر السعيد انه محكمه استئناف عالي القاهره في دائرتها 63 تجاري برئاسه المستشار احمد نصار قضت ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنه 2014 الصادر في جلسه 28/10/2017 من مركز تحكيم القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي، والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 135 مليون جنيه تقريبا لصالح شركة مسك الدولية بعد فسخ التعاقد مع مسك الحاصل على حقوق رعاية وإدارة قناة الأهلي التلفزيونية منذ انطلاق القناة في 2008. هذا الحكم كان بيمثل أو اللي صدر في 9 مايو يعني قبل أيام يمثل انتصارا كبيرا للنادي الأهلي بعد ما كان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب توليه المسؤولية وجه الشكر للمستشار القانوني السابق الأستاذ ياسر فتحي اللي كان مكلف بمباشرة القضية بقرار من مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، وكلف المجلس الجديد برئاسة الكابتن خطيب المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالملف كاملا. ولعل ده اللي خلى المهندس عدلي القيعي يقول العيش لخبازه. وهي ليها قصة. الأول هقدم ضيفي الكريم بسرعة وبعدين هقول القصة دي وهو يكمل من بعد ما هحكينا، لأن فيه الخلفيات دي هو عارفها. ضيفنا الكريم يا جماعة المستشار حلمي عبد الرازق وهو المستشار القانوني للنادي الأهلي. المستشار حلمي بدأت العلاقة بينه وبين النادي الأهلي في قضية كانت اترفعت عن النادي الاهلي ببطلان انتخابات النادي الاهلي، و اتحكم كان مجموعه يعني من الاعضاء اللي اترشحوا وما وافقوش رفعوا القضيه دي، واتحكم فيها في اول جوله وتاني جوله يعني خلاص لازم النقد. يعني ما ينفعش تعيد القضيه الا اذا كان هناك مشكله في تكييف قانوني، في يعني حاجه في صلب القضيه مش في مضمونها. فصديق مشترك قال لي هعرفك على شخصيه كويسه جدا، وجاب لي المستشار حلمي عبد الرازق قال لي انا هكسب لك القضيه دي. انت قريتها؟ قال لي انا متابعها كويس جدا وانا عضو في النادي وكان لعيب كره يد. ف تولى القضيه وكسبناه. فلما جيت بعد كده استمرينا في كذا قضية بسم الله ما شاء الله لم يخسر قضية كلف بها خاصة بالنادي الأهلي. إبراهيم سعيد جاب لنا 1,600,000. قضية الحضري كسبناها معاه. حتى اسلام الشاطر بتاع حسني عبد ربه لما راح مثل للنادي الفرنساوي اسمه ستراسبورغ، لان القضيه كانت بين الاسماعيلي وستراسبورغ. والاهلي كان لو ستراسبورغ كسب القضيه الاهلي الطرف خلاص اشترى حسني هيبقى بتاع. كسب القضيه قدام الاتحاد الدولي وفي المحكمه الرياضيه الدوليه، وابى اتحاد الكره ان يقيد اللاعب للنادي الاهلي. هكذا كانت علاقتي بيه. فلما جت اداره التسويق والاستثمار طلبت منه انه يكون مستشار هذه الاداره. اول حاجه سجل لنا العلامه التجاريه والملكيه الفكريه، كسب لنا حكمين ثلاثه على ناس اعتدت على حقوق النادي الاهلي وخد فلوس من البعض وسجن البعض. يعني كنا بنتابع الامور بيخاف منه. لا مش بهزار يعني واخدين الامور بجديه. كمان لما جت الاهلي الانتاج الاعلامي، وهنا مربط الفرس بقى، عندما جاءت الاهلي الانتاج الاعلامي ومن ثم
قناة الأهلي كان هو المحامي الذي نجح في تسجيل الشركة ووضع أغراضها، ثم أضاف إليها أغراض أخرى، ويستطيع أن يضيف أغراض إدارة كرة القدم، يعني للإنتاج الإعلامي وأضفنا التسويق ونستطيع أن نضيف وإدارة كرة القدم، مش محتاجين نعمل شركة جديدة ولا إيه؟ مظبوط مظبوط. معلش هطول شوية لأن العيش لخبازه. لما جت المشكلة بتاعة وإحنا حطينا الأفكار بتاعة أو هندسة العقد بتاعنا اللي بيننا وبين مسك، ولكن الصياغة القانونية والموافقات القانونية كلها من أول هيئة الاستثمار المنطقة الحرة العالمية، المنطقة الحرة، كل حاجة كان مستشار حلمي هو اللي عاملها والتفاصيل عنده هنا. فلما جه الخلاف اللي بين النادي الأهلي وبين مسك، عندما يعني حط إيده المجلس السابق على القناة، نشب خلاف وصل إلى التحكيم. توجهت إلى المهندس محمود طاهر، قلت له الذي يستطيع أن يفوز لك بهذه القضية بسهولة جدا، لأن لقيته بيكلمني في بعض المعلومات الخاصة في العقد، قلت له مش صحيحة، أنا هجيب لك الشخص اللي كاتب العقد. عملنا لقاء بالتليفون ثلاثي أنا وهو المستشار حلمي، وطمأنه المستشار حلمي على سلامة موقف النادي الأهلي وأنه يستطيع أن يفوز بهذه القضية، وأنا خلاص اعتبرت الدور انتهى، وصلتهم ببعض، ها العيش وخبازه ومشيت، وفقت الرصين في الحلال. لا، الراجل صاحب التفاصيل اللي حطت الجملة دي عشان لو حصل كده يستخدمها بكذا. إلى أن فوجئت أن القضية أحيلت إلى مكتب محاماة آخر، وبعدين أكتشف بعد ما صرفنا 10 مليون جنيه ما بين الرسوم اتدفعت، هتحكي لنا انت كده، واتعاب محاماه وبتاع، ان احنا خسرنا القضيه. فعندما جاء المجلس الجديد كان من الطبيعي يا جماعه المستشار حلمي يستطيع ان يفوز بعدين، لاني سالته قلت له رغم حكم التحكيم ده نهائي ولا نقدر عندك الوسيله؟ قال لي انا اقدر اكسب القضيه دي. احكي لنا بقى بس يا فندم. استاذ حلمي عبد الرزاق، اهلا بسعادتك. اهلا بيك يا فندم، انا سعيد جدا بالمقدمه الجميله دي وبشكركم. ده سرد للاخبار مش مقدمه ولا حاجه. لا والله يعني ميرسي جدا جدا على المقدمه الجميله دي، وبهني النادي الاهلي وبهني جمهور النادي الاهلي بالحكم دول. والحقيقه اللي هو احكوا لنا بقى، لان احنا استنينا لما تيجي تحكيه بنفسك. تمام. الحكم ده حضرتك صدر يوم 9/5 زي ما انت قلت كده من محكمه استئناف عالي القاهره دايره 63 تجاري. حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم رقم 104 سنة 2014 الصادر بتاريخ 28/10/2017 من مركز التحكيم التجاري الدولي في جمهورية مصر العربية. بداية حضرتك أنا عايز بس هو احنا ليه قعدنا من يوم 9 للنهارده ما اعلناش؟ كنا مستنيين انه عندنا صوره من الحكم. لا انا كنت مسافر حضرتك ولما جيت حضرتك هو كابتن خطيب قال ما تعلنوش، خلي الاعلام على المسافر. انا في الحقيقه كنت مسافر ولما رجعت حضرتك ماشي، ف لان القضايا دي ما بتحجز الحكم ما بيتعينش حضرتك يحضر حد من النادي الاهلي فيها، خلاص يعني بقى ده حكم شؤون قانونيه، مش ده حكم، فبيجي يتنطق بيه يوم الجلسه فقط. بدايه بس عايز اقول حاجه للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي، حاجه جميله جدا. الملف ده اول ما حصل ان شركه المسك اختلفت مع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، تم احاله ملفين ليا، هم رفعوا قضيتين، قضيه 1004 لسنه 4 وسنه 2014 وقضيه 1007 لسنه 2014، اتحالوا عليا القضيتين دول عشان اقول فيهم وجهه النظر القانونيه. الحقيقه انا بصيت فيهم كويس، وهندلنا في الاول في اجراءات يعني المشرع نص عليها، مش عايز اوجع دماغ الساده المشاهدين والجمهور، انا عايز اقول بايجاز شديد في قانون بيحكمنا، قانون 27 لسنه 94 الخاص بالتحكيم في المواد التجاريه والمدنيه. المشرع حط فيه بعض النقاط جميله جدا ولازم ما حدش يخرج عنها. الاصل هنرجع ليها النقطه دي، بس نقول لحضرتك ايه اللي حصل في بدايه رفع القضيتين من شركة مسك الدولية للإنتاج الفني. اتحال عليا الملفين بطريقة يفهمها المشاهد الغير قانوني. تمام يا فندم. تمام. الملفين دول هندلتهم في الأول، إزاي تختار محكم، إزاي حضرتك المدة، التكاليف، القصة دي كلها.
وفجأة حضرتك صدر قرار مجلس إدارة باستبعادي من هذا التحكيم. خلاص احترمت الرأي، طلبني الأخ مدير أمين صندوق في ذاك الوقت وقال لي من فضلك الملفين سلمهم لسين. قلت له خلاص أوكي، أديتهم الملفين ومشي هم حضرتك في القضايا. سألت أكتر من مرة إيه الموقف؟ قلت له هم راحوا أظن للمكتب المحامي أستاذ ياسر فتحي. لا أنا لا أذكر اسمه. أنت أنا بذكر أنا بقول تمام يا فندم. إنما ياسر فتحي؟ متهيألي تمام حضرتك. أنا طبعا أحد أبناء النادي، فأنا كين حريص كل الحرص إن النادي الأهلي يكسب. فحبيت أعرف الدنيا ماشية إزاي في القضية بقى. القضية بدأت جلساتها خلاص. للأسف الشديد لقيت الدنيا ماشية غلط. فقلت للمهندس محمود طاهر على فكرة إحنا لو بالصورة دي هنخسر القضية. ماشية غلط إزاي بقى يا أستاذ أفندم؟ ماشية غلط إزاي؟ بص حضرتك ماشية غلط إزاي برضو أنا مش عايز أقول ليه دلوقتي تحسبا لأي شيء يعني، بس يعني بقول انها مش غلط. خدت المسار اللي ما وصلكش، مش تركز صح، خدت المسار اللي ما وصلكش، مش ده اللي يكسبك القضيه دي. تمام. فبلغته يا باشمهندس الوضع كذا كذا. قال لي طب ازاي؟ قلت له والله المفروض الناس اللي بيهندلوا القصه دي يبقوا اوير بالدنيا دي، بتفاصيل التعاقد وطبيعه العلاقه. فقال لي ايه رايك نعمل ميتنج مع الناس دول؟ قلت له فانت تحت امرك. جاب الناس، ناس يقولون المكتب المحاماة، المحضر المكتب الثاني هو صديق لي بالمناسبة أنا. فواحد أشخاص أنا ممكن أعدتهم يعني، أخ كامل زاهر، أخ عماد وحيد، مهندس محمود، حد من الاستاف اللي هو مدير الشركة أستاذ عبد العزيز طحون وآخرين يعني. وقعدنا نسمع وجهة نظره القانونية في القضية. فأنا قلت له فندم لا، في حاجات ناقصة. فقال لي طب ما تقول لنا عليها. يا فندم احترامي ليك، لا انا من اهل البيت، انما انت حضرتك ضيف علينا، فحضرتك انت اللي تقول لنا لانك انت اللي استعانوا بيك، انت المسؤول، فانت فانت اللي جاي هتضيف علينا. فقال لي والله هو ده اللي. يا فندم القضيه دي خسرانه. قلت للمهندس محمود كده هتخسروا القضيه دي بالشكل ده. بالشكل ده وقت كان خلاص كل واحد استمر على بتاع. وانا قبليها حضرتك لما تعرضت عليا قلت له اقسمت ان من تاني جلسه بعد الاجراءات هيصدر لك حكم لصالح شركه الاهلي الانتاج الاعلامي لو انت توليتها بطريقتك، لو احنا مشينا فيها بالطريقه الصح بطريقتك خلاص. راحت ايام وجات ايام، الموضوع طول، فكل شويه كان بيسالني ايه الاخبار وكده. بقول له فندم المهندس محمود طه، المهندس محمود طه، الى ان استدعيت لمكتبه في سبتمبر 2017 على اثر موضوع معين، وفتح معايا الموضوع وقلت له يا فندم برضه بقول لك انا اتمنى ان النادي الاهلي يكسب القضيه من كل قلبي، بس للاسف الشديد هتخسروها. فضحك، فقلت له انا بكلمك بامانه. فكلم الاخ اللي بيهندل القصه اللي تبع المهندس محمود، فأكد له على إن القضية هيكسبوها. قلت له يا فندم، قال لي طب لو خسرنا القضية في أمل؟ يقول له بنشوف حسيات الحكم حضرتك وربنا يسهل. للأسف طلع الحكم زي ما أنا توقعت، وكان مبلغ كبير جدا. على فكرة شركة مسكك الطلبة 240 مليون جنيه تعويض عما أصابها من أضرار نتيجة اللي حدث من مجلس القديم. طلع الحكم حضرتك حكم عجيب. المشرع نص على سبيل الجزم حضرتك ان طريق التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه طريق استثنائي. يعني ما عندكش انت كهيئه تحكيميه هتحكم في الموضوع السلطه اللي موجوده للمحاكم العاديه. ليه؟ لأن هو مقيده حضرتك في جزئية معينة، وشرط أساسي في التحكيم أن يكون فيه مشارطة التحكيم. أنا بحاول أبسط مشارطة التحكيم؟ مشارطة التحكيم اللي هو شرط التحكيم اللي بيقول لك سوري لو اختلفنا
نروح فين؟ هنروح فين ونحكم في ايه والدنيا تمشي ازاي؟ اه فده اساسنا. اذا ما كانش فيه مشاره التحكيم يبقى ما ينفعش حضرتك تروح مركز التحكيم عشان تقول ان انا يعني مختلف. يعني في العاده تقصد حضرتك في العاده بيقول اذا اختلف الطرفان يعملوا كذا، يحددوا الجهه اللي بيرجعوا لها ويقولوا اختلفنا في ايه؟ مش يعني لازم تحدد في العقد ده عقد التحكيم. عقد التحكيم بيبقى فيه مشاره التحكيم وفي كمان ممكن حضرتك يعني العقود الكبيره الجو انفنشر مع الشركات المالتي ناشونال بينص على ده، بينص على كده. مش معنى ان احنا اختلفنا ان احنا هنقطع في بعض، لا. ايوه لا حضرتك، احنا ممكن نختلف على بوينت معينه نروح فيها التحكيم انما العقد مستمر في تنفيذه. الخلاف حوالين اي بند من بنود هذا العقد بالظبط تتحدد الجهه اللي يرجع اليها بالظبط. فحصل انه اختلفنا على ايه يعني الكيس دي بالظبط، وانا حاضرها وحاضر كل اجتماعاته. اختلفنا حضرتك على طريق الحساب المترتب على السنه الثالثه من عقد شركه الاهلي للانتاج الاعلامي مع شركه مسك على السنه الثالثه والسنه الرابعه. حصل خلاف، شركه قالت انا مش هدفع، شركه مسك، وعندها اسانيد معينه. حاولنا نقرب وجهات النظر، نزلنا لمبلغ 4 مليون من حوالي 19 مليون او 20 مليون من مستحقات النادي الاهلي. مستحقات ليه ده مسك؟ لا ده مسك. فمسك قالت لا انا مش هدفع. فطيب هنعمل ايه؟ قالوا نروح التحكيم زي ما احنا. فعملنا محضر اجتماع وحضرتك ذكر فيه ان احنا هنروح نحكم في ايه يا كابتن علي؟ هنحكم في السنوات دي عما اذا كانوا هيدفعوا من عدمه. تمام؟ إذا النهارده مشارة التحكيم اللي دخلنا بيها مركز التحكيم خلاص ثابت فيها احنا مختلفين في ايه وهنحكم في ايه. هيدفع ولا مش هيدفع؟ بالظبط كده. فوجئنا يعني انا مش متابع بقى، بس انا بروح مركز التحكيم كتير جدا فأوير بالقصة، بسأل، عندي كيوريوزيتي لأن أنا كين على مصلحة النادي الأهلي، فأنا عايز أعرف الدنيا ماشية إزاي. فلقيتهم تطرقوا لموضوع تاني، مش هو ده موضوعنا. يعني دخلوا في التحكيم موضوع تاني، مواضيع مش موضوع تاني، عايزين يصفوا العقد كله. يا جماعه احنا مختلفين على حاجه واحده، السنه الثالثه والرابعه، ما تتطرقش لحاجه تانية. والا 19 مليون ل 4 مليون بس بالظبط كده، ادفع ولا ما ادفعش بس. لقيتهم ايه؟ راح مدخلين النادي الاهلي خصم مدخل في الدعوه. طب النادي الاهلي لا ما فيش علاقه تعاقديه ما بينه خالص، لا من قريب ولا من بعيد، مع شركه مسك. إيه العلاقه الاهلي للانتاج الاعلامي وشركه مسك، فالاهلي مش طرف. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت تصديت لنقاط مش مدرجه اساسا في مشاره التحكيم، وده هنا ما اتفقناش عليه. يعيب حكم، يعيب. انت لا يجوز ليك ان انت تتطرق لمسائل اخرى ما لم ينص عليها مشاره التحكيم. فانت رحت الموضوعات الثانيه. علاوه على كده حضرتك ان انت دخلت طرف، وهنا القانون بيمنع، يعني قانون التحكيم في مصر 27 سنة 94 بيمنع حضرتك أي هيئة تحكيمية إنها تدخل أي طرف من الغير، سواء حضرتك انضمامي هجومي أيا كان، اللي هو اللي الحكم العادي بتسمع بيه. مشارطة التحكيم منصب ما بين مين ومين ومنصب على إيه، غير كده يبقى حكمك معين. طب ممكن أتوقف هنا لحظة؟ اتفضل. والتحكيم أصبح ينظر في مواضيع لم يكن متفق عليها، مش كده؟ تمام. ده لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. هل أنت من حقك بقى في النص يتقالك أنا هدخل يعني اللي تابع القضية سمح بهذا ولا طب ما اعترضش ليه؟ أنا ما أعرفش. ما هو دي نقطة أصلاً. ما أعرفش إيه اللي حصل. يعني لما أجي أنا أروح بقى إيه، أنا محامي النادي الأهلي أهو. والتحكيم كله بيتكلم أنا أستحق 4 مليون ولا 19. تمام. أو ما استحقش حاجة، هم بيقولوا ما تستحقش حاجة. تمام. يقوموا هم يطلبوا 245 مليون جنيه. مش أنا فورا أول ما أسمع الطلب ده أقول كده خرجنا عن عن مشارطة التحكيم. مش كده؟ ده المفروض. المفروض إن القضية كانت تقف ساعتها بقى. تمام. تمام. طب ليه اتحكم فيها بقى؟ يا فندم؟ ليه اتحكم ما دام حصل؟ يبقى أنت قبلت واتحكم لأنك قبلت. لا ما أنا طبعا حصل خرق لمشارطة التحكيم. لا هو أنا بص حضرتك لو كان يعني مش عايزين لو تفتح حمل الشيطان يعني انما هي حضرتك زي ما قلت في البدايه هي كانت تخلص من تاني جلسه وبرده مش هقول ليه لو التزمت بالمشارطه
غير مشارطه وغير كله، حتى لو عنده حاجه ثانيه وفي لا لو اي حاجه مش هيرملنا تعابينه بقى، وده كمان خبر. انت فاهم قصدي؟ كانت تنتهي من زمان. دي قعدت 4 سنين يا استاذ ابراهيم. 4 سنين في التحكيم، ده رقم كبير جدا في التحكيم. التحكيم عشان الجماعه مده طويله جدا. ايه فرق بقى بين القضاء العادي؟ لا ما علينا. حضرتك صدر هذا الحكم، حكم حضرتك اعلنا بيه، صدر يوم 28/10/2017، اعلنا بيه يا كابتن عدلي 2/11. الشركه غلطت. بدل ما تعلن الملتزمين في السند التنفيذي اعلنوا واحد بس، اعلنوا الشخص الموثر الا وهو النادي الاهلي المقحم الطرف الجديد اللي هو مدخل. يعني هم اعتبروا من غير سند من القانون، هم اعتبروا اصل الاهلي الانتاج الاعلامي بتاعت الاهلي تبقى هي هي، لكن هي مش هي هي، لانك انت ممكن ترفع قضيه على فلان اللي بيشتغل في النادي الاهلي. دي شخصيه اعتباريه مستقله يا فندم، والعقد قانون، هي شركه مستقله، والعقد سريه المتعاقدين فحضرتك ما ينفعش تدخل الغير في القصه. انا بس الا اذا كان طرف مباشر، ببسط للمشاهد. ايوه فحضرتك شفنا الحكم، اعلن لينا في النادي الاهلي، اعلن للنادي الاهلي بس، ما اعلنش لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي. فاول ما حصل لهم الاعلان راحوا مكلميني قالوا لي في كذا. خدت الحكم بيني وبينك، حكم كبير، حكم صدر مرتين، حكم جزئي كان صادر قبليها بشهر 6 العام اللي قبله، وبعدين حضرتك راحت لخبر عشان يحددوا مقدار التعويض. انا متذكر الحكم الاولاني لما صدر قال لك لا الحكم ده مش نهائي لانه لسه هيروح للخبير عشان يحدد القيمه بس. خلاص هنا انت استبان ليك ان انت هتخسر الدعوه. خلاص انت بس كاب. بدل ما يبقى ليك فلوس. جه النادي الاهلي اثناء نظر التحكيم ده عمل مصيبه اكبر، رفع دعوه تحكيميه رقمها 1109 لسنه 2014 بيطالب حضرتك شركه مسك بمبالغ طائله. تمام. فلما قضيه مختلفه غير دي دفع فيها رسوم لا تتخيلها، يعني الدفع لمركز التحكيم عدلي بيه 281,000 دولار، رقم هيوج، حوالي 5.5 مليون جنيه. ما كانش ليها لازمه القضيه دي خالص تحت اي ظرف خالص. طب ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان نعمل قضيه قدام قضيه بتبقى لا ده انا ما اعرفش 100 100. ما يقول لك كل شيخ وليه طريقه. نيجي حضرتك للحكم. طيب الحكم لما صدر في الاول باحاله الدعوه لمكتب الخبراء واخترناه خلاص كشركه محتكمه ومحتكم ضدها، كان يتعين عليا انا كنادي اهلي اقول انا مش هكمل حضرتك في القضيه 1109 لسنه 2014. ليه؟ لأن الفيو بان خلاص، أنا عرفت إن هيصدر ضد حكم، فأنا درءا إن أنا أخسر الرسوم كلها عدل بيه، كان يتعين عليا إن أنا ما استمرش في القضية التحكيمية التانية اللي أقامها النادي الأهلي عشان أسترد يمكن 60% من قيمة الرسوم. للأسف الكلام ده ما حصلش وصدر الحكم، وبالتبعية أنا طالما قضية في 1104 خلاص هياخدها كلها عليه، التانية هتاخد تانية اوريدي هتاخد رفض خلاص، الموضوع انتهى. لان المين عندنا المين ايشو ايه؟ ان الدعوه الاصليه اللي هي 1004 اللي هو صدر الحكم فيها بالزامي. على فكره يعني برضو حضرتك نسيت في المقدمه، انت قلت الحكم كان صادر على شركه الاهلي الانتاج الاعلامي، لا الحكم كان صادر على النادي الاهلي وشركه الاهلي الانتاج الاعلامي متضامنين فيما بينهم، يعني الاثنين، مع ان انا مش طرف يعني طرف ادخلت بطريق الخطا. وده على فكره المجلس السابق لما استشعر الموضوع يعني قال كده، قال الاهلي ده حكم على الاهلي الانتاج الاعلامي. لا يا فندم قالوها بالبق، بس كان الحكم صادر على الاثنين متضامنين الاهلي. حكم يا فندم عندنا في عرفنا في القانون وفي اي بلد في الدنيا الحكم عنوان الحقيقه، والحكم لا يزيل الا حكم. فانا صدر لي حكم، الحكم بقى ايا كان بقى معيب مش معيب، فانا خلاص لازم يحترم ولا حجيه، فالموضوع منتهي فلازم تشيله بحكم. فالمشرع المصري حضرتك لا ما لم يجيز اي درجه من درجات الطعن على حكم التحكيم الا بحاجه واحده اسمها دعوى البطلان، وليها توقيتات يا عدلي بيه من تاريخ
تمام إعلانك بالحكم اللي صادر في مواجهتك أو صادر ضدك في 90 يوم لازم تقيم دعوة البطلان عليها. هندلناها والنادي الأهلي استشارني قال لي نعمل إيه. ده لما جه المجلس الجديد لما جه المجلس ما حولت لك القضيه الحكم يا فندم طلع يوم 28/10 بالتواريخ الموضوع ثابته 28/10/2017 قبل الانتخابات بشهر ويومين حتى الناس كانت بتتريق وتقول ختامها مسك للاسف يعني. وانا كنت مستاء جدا يعني. يوم 2/11 تم اعلان النادي الاهلي بصوره رسميه من الحكم. كل ده الانتخابات ما جاتش. بعد 28 يوم جت الانتخابات وطلعت النتيجة المجلس الجديد أوكل إليك القضية بقى أفندم؟ أوكل إليك ابتدى حول على الملف استشارني نعمل إيه؟ قلت له والله بص طبعا هو استشار آخرين كتير جدا يعني. فالمهم بس صدر قرار مجلس الإدارة وأعلنا هنا إن هو يعني بياخد القضية من المكتب المحاماة السابق و لما استشارني فيها عدل بيه فانا كتبت مذكره للكابتن خطيب وقلت له الوضع كذا كذا واحنا عندنا فرصه ان احنا ان شاء الله نلغي هذا الحكم في دعوى البطلان. ناس كتير ما كانتش مصدقه ان ده هيحصل انما بتوفيق من ربنا طبعا ربنا اراد يعني انه يرجع الحق لاصحابه. طب السؤال بقى اتفضل 134 مليون جنيه 135 مليون جنيه بلس الانترست الفوائد الانتر اللي ممكن توصل 15 مليون ولا حاجه. ما علينا، قول حوالي 150 مليون جنيه. هذا كان حكم يثقل كاهل المجلس الجديد، والمجلس القديم لو كان استمر مليون في المية مليون في المية واصبح ان ده دين له تداعيات. ايه التداعيات دي اللي برضه عايز اسالك فيها؟ تداعياتها مثلا لا هو حصل تداعيات ما انا يعني دعني عشان احددك تجاوبني عليه. اتفضل. مثلا يعني لما مسكي خدت الحكم الاولاني او التحكيم الاولاني راحت حجزت على مستحقاتك ده عند لدى الغير منهم ستوك سيتي في 2 مليون يورو 2 مليون ونص 2 مليون ونص يورو بتوع رمضان صبحي مصيرهم ايه دلوقتي؟ بص حضرتك اللي حصل في حاجه في القانون اسمها حجز مال المدين لدى الغير. اذا كنت حضرتك معاك صيغه تنفيذيه سند تنفيذي عايز تنفذ بيه ونفترض الشخص ده ما عندوش انما ليه مديونيه عند الاخر ايا كان الاخر اتحجز من حق ان انا احجز مال المدين لدى الغير وفاء للحكم اللي صدر لي. هم عملوا كده في رمضان كده. بس كان برضو الاحكام اللي اتخذت في انجلترا كانت معيبه. ليه؟ هم ما كانش معاهم سند تنفيذي للاسف. ما ايه السند التنفيذي؟ السند التنفيذي ده لما بيصدر حكم نهائي وبات يعني قضى في الخصومه ولا يجوز عليه الطعن يدي لك صيغه تنفيذيه. معايا حضرتك؟ لان احنا كلنا وكل الناس عارفه ان النقض لا يوقف التنفيذ، وهنا ما فيش نقض. يعني هنا التقاضي في التحكيم على درجه واحده اللي هي درجه المخرج الوحيد تحكم ببطلان هذا الاجراءات بس. فللاسف هم خدوا صوره رسميه من الحكم ده وطلعوا على المدينين ليك في مصر وحجزوا على في خارج مصر وحجزوا عليها وكان ينبغي ان يستجيبوا ليهم فكان لا هو ده خطا برضه يعني صدر في المملكه البريطانيه خطا وصدر من محكمتين ده احكام خطا وهنزلها ان شاء الله يعني بموجب احنا ما هناخد الصوره الرسميه من حكم بطلان هتتعامل على دول خمسة حضرتك هيتم ترجمته بانابه قضائيه هنبعت بره حضرتك وهنسترد هذه الاموال لينا يعني وكان لينا فلوس في احمد حجازي نفس القصه نفس طبعا وتريزيجيه انا لا اذكر ارقام يعني عند قول 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 كده حوالي 4 5 مليون يورو ما نقول يعني ربنا ربنا لكن انا اللي عايز اقوله ايه اتفضل الفلوس دي فعلا محجوز عليها وموجوده موجوده فين موجوده موجوده يعني مثلا اتفضل افرض ستوك سيتي نزل درجه اولى دلوقتي يا رب يروح في اي حته ويقول لك انا طب خلاص انا مش عايز رمضان لا يا فندم الفلوس موجوده ما احنا من شويه قلنا ايه العقد قانون والعقد شريعه المتعاقد انا بفهم الناس انا منهم تمام يا فندم لا حضرتك لا ما فيش ايا كان اللي حصل عليك هذه الفلوس حضرتك معمول عليها بلوكينج ده اللي عايز اسمعها معمول عليها تحفظ اللي هيجيب صيغه تنفيذيه حضرتك هياخد الفلوس طيب السؤال اللي كان لازم اساله لك قبل كده بشويه فضل. اول ما قلت لي صدر حكم لصالحنا الف مبروك وده خبر كويس
كان لازم اسالك سؤال، هو الحكم اللي خدناه النهارده ده بات ونهائي ولا قد؟ لا بات نهائي خلاص، يعني ما ينفعش عليه اجراءات؟ لا خلاص، ما احنا قلنا حضرتك حكم مش التحكيم. احنا قلنا انا عايز يسر نو. لا لا طبعا حكم التحكيم حضرتك لا يجوز الطعن عليه باي طرق من طرق الطعن النص عليها القانون في جمهوريه مصر العربيه او اي بلد الا بدعوه واحده اسمها دعوى البطلان. يقدر يعمل كده دلوقتي على ايه فندم؟ تعمل انا السؤال يا فندم. لا انا بقول على حكم البطلان حضرتك، انا اسالك والنبي عشان خاطري. لا استنى طيب ما تحاولش تقولي على ايه، لان انا وانت اذا كان عندنا خلفيه مش متاحه للمشاهد. اتفضل. انا بسال هل هناك ما يستطيع ان يلجا اليه الخصم اللي هو مسك انه يطلب دعوى بطلان؟ لا مش دعوى البطلان لايه؟ دعوى البطلان بيقام يا فندم على حكم التحكيم. أوكي. وليس حكم هو يقدر يطعن في الحكم الصادر. يا سيدي قول لي لا يقدر يطعن في الحكم مش الصادر. عايزك تشرح لي. لا لا ما يقدرش يطعن في الحكم على حكم الاستئناف. لا مش هيطعن. يطعن اي فين؟ مش هيقدر ولا ما يحقلوش؟ ما يحقش ليه ان هو حضرتك يطعن عليه. يطعن عليه بايه؟ باي وجه؟ مش باي وجه. ما تسالنيش بسالي يا حبيبي. انا انت راجل اللي عندك الاجابه. انا قلت حضرتك هذا الحكم نهائي وبات بس خلاص الموضوع ده هذا الحكم اللي هو اللي تم الطعن عليه اللي صادر حضرتك من مركز التحكيم في الدعوه التحكيميه 1004. هذا الحكم قضي ببطلانه وما ترتب عليه من اثار. خلاص ما ترتب عليه ده بقى الا الحجازات وحجازي ومش عارف ايه. الحكم ده كان متضمن في بدايته 4 مليون مستحقه للنادي الاهلي تعويض من مسك مش كده؟ وهم ليهم 139 14 مليون. لا كان 3 مليون وشويه. ايوه للجزئين. انا ممكن اقول لحضرتك بالظبط. ايوه يعني. كان النادي ليه وعليه بس عليه طبعا 139. لا المقصه هو المقصه يعني المقصه تنتهي ال 135 بس. انا اقصد ان كله اسقط كده بقى. الدعوه الاصليه قضي فيها حضرتك اللي هي 1004 قضي فيها لصالح شركه مسك ضد النادي الاهلي وضد ب 139 لا 134 754502 ده حضرتك صار للشركه المحتكمه اللي هي في الدعوه المقابله. ايوه الزام شركه مسك للانتاج الفني باداء مبلغ وقدره 3,528,287 لشركه الاهلي. ده لشركه الاهلي. كنت هتعمل مقصه وتخصم ال 3 مليون ونص من ال 135 وتضيف عليها فوائد وتضيف الانترست الفوائد وتنفذ. هتطلع حوالي كده برضه. لا هتطلع اكتر. اكتر من كده. هيطلع اكتر. فربنا كرم يعني توفيق. طب سؤال بقى تاني لك هذا الحكم عشان كده جميل جدا يعني. انت اللي تديني اتفضل فرصه ان اسالك. ال 281 الف دولار باي باي خلاص يا فندم ما نقدرش ناخدهم اللي دفعناهم رسوم للاسف. للاسف لانها راحت في سكه خلاص بقى. انت يعني وضعتهم اصل دول يجي 5.5 مليون جنيه يا فندم راحوا خلاص. طيب بما انك انت بقى حلمي بيه كنت مؤسس للعقد اصلا بين الاهلي وشركه الاهلي ومسك. المجلس الجديد اسقط ما كان واجبا على الاهلي اداؤه بحوالي 5 مليون دولار. تمام. في العقد الجديد. ده صحيح؟ أنهي عقد جديد؟ لا لا ده بالاتفاق. ده بالاتفاق. بالاتفاق. لا لا لا. لا معلش سوري مش ده ما كانش صدر فيه حكم. لا ده, ده, ده موضوع مش ده في خاص بمسك؟ لا لا, لا مش بمسك. خاص لا. بالعقد الجديد. العقد لا ده عقد الإدارة الجديد. يا عم ده لا لا ده حاجة تانية. ده وكده. ده قصة تانية خالص. ده موضوع تاني؟ دي قصة تانية. يعني ملهاش دخل بالدعوة التحكيمية دي خالص. خالص. كانوا قيموا الأصول يعني بكده وإن هو يدفع. لا ده موضوع تم الاتفاق عليه وتسوى ده. فال 5 مليون دولار الحمد لله اعفى منهم النادي الاهلي بموجب اتفاق مفيش قضيه. ده كان عن ايه عقد بيه معلش مش فاكر. ده عقد جديد اللي كان معمول بين برزنتيشن عشان تدير القناه. ايوه والمجلس القديم ده اتعمل سنه 2016. ايوه لما الاهلي لما الاهلي خد القناه وتسبب هذا انك انت خدت القناه في المشكله بينك وبين مسك تداعيات بقى. ايوه اتعمل مشكله جديده مع مدير شركة جديد. شركه جديده. الشركه الجديده اتقيم لها حقوق واصول هتجيبها بمبلغ كده 5 مليون دولار. لما جه المجلس الجديد اتفق معاهم. لا ده خرج النطاق. ده باتفاق. ده موضوع تاني خالص. ده باتفاق. ده بالعكس ده انت خدتها على مرحلتين، مرحله بالتراضي ومرحله بالتقاضي. ايوه والحمد لله الاثنين انتهوا ان 5 مليون دولار برضو ده انت بتتكلم 90 مليون جنيه يعني انت دلوقتي مبلغ هيوجد يعني يعني انت دلوقتي تقريبا
90 مليون جنيه و100 140 تقريبا فوائد او اكتر طبعا. لكن شويه الرسوم بقى واتعاب المحاماه دول خلاص، اتعاب المحاماه اللي وصلت حوالي 4.5 مليون جنيه برضو اعتقد اكتر. والرسوم أكتر. لا اكتر اكتر والرسوم يجي 5 وشويه يعني حوالي 11 او 12 مليون جنيه. لكن النهايه سعيده اكيد يا فندم. يعني صدقني والله يمكن انا من اسعد الناس اللي اسلك صدري هذا الحكم بامانه. لا ده ما هو انت اكتر واحد وحكم اسعد يعني. او اسلك صدر كل اهلاوي ده حقيقي لان الناس يعني الرقم كان كبير قوي. لا انا هقول لحضرتك حاجه، ساعات المستشار انت كنت بتراهن يا تكسب الرهان يا تخسر الرهان، وكان يعني اشتم منك الثقه وكنت بتغاظ منك لانك مش عايز تفهمني ليه هكسبها انا اقدر اكسبها، كنت بتغاظ لما كنت طب لما هيبقى واضحه كده الراجل ده ما تدوله القضيه. اللي حصل برضو عايز برضو الكابتن الخطيب لما هندل القصه، اصل هي الفكره ما ينفعش ان انت تمسك ملف لوحدك، ما ينفعش يعني ما ينفعش اعضاء مجلس اداره في اي مؤسسه كانت، مش لازم تكون في النادي الاهلي، كل واحد يمسك ملف ويختص بيه. لازم حضرتك الاداره جامعيه، الاداره حضرتك بتاخد قرار واحد، وما ينفعش يبقى وده اللي عملناه احنا بنعمل للقناه والاهلي كابتن صالح الله يرحمه. يعني ما فيش واحد يستأثر بالقرار يعني ان هو وان مان شو دي في منتهى الخطوره. فبامانه يعني لما تم عرض الامر على الكابتن الخطيب ف يعني كان بيتابع متابع جيد هو، وبامانه هو ناجح وعايز ينجح يعني. مبروك. واول الغيث قطر ده مش اول بقى، ده تاني الغيث قطر مطر القطر كان في 5 مليون. طيب لك الكثير من الذكريات، ويعني قضيه عصام الحضري وكان برضه ماشيه في الاول غلط وبعدين اسلام الشاطر. اسلام الشاطر واسلام اسلام الشاطر اسلام الشاطر صح. لا لا في في جولات كبيره جدا عملناها ما حسبناش قضيه. واحمد مجدي في حق الرعايه احمد مجدي واحمد بلال واحمد فتحي كان فيها رعايه كان لا كان فيها مبلغ لا كان فيها حضرتك لما جبناه من شيبرت في انجلترا ما كانش عندنا فتره قيد ايوه لا مقفولة. لا لما وديناها القزمة يعني في حاجات كتيرة كان في تخريجات كده يعني بسم الله ما شاء الله يعني موفق دايما الله يخليك الله يخليك. بس المايسترو معانا برضو ده لا لا يعني دماغ يعني ما شاء الله. انت الحقيقه علم الله يخليك وحماس الله يخليك عنيد ساعات بتتعبني بس الناس بتزعل. ما انت بتزعل لانك دغري جدا جدا الحمد لله. فساعات بتبقى والناس الدغري دي انا بحبها مهما يعني الواحد تعب معاها الى انه يطمئن اليها. واحنا اعتقد لما العيش راح لخبازه اكلنا وشبعنا واكلنا عيش جيد واعتقد ان هو ده الحل الامثل. ان خلونا بقى مساله اهل الثقه واهل الخبره دي ننتهي منها شويه. بالظبط كان نقدر نوفر وقت كتير جدا وفلوس لو كان وفلوس. الخباز خد لا انت حضرتك انت محجوز على ما لك لدى الغير بقالك سنتين ونص يا رمضان صبحي حضرتك. طب قول لي دي مالناش فيها فوائد؟ لا هو لانه لعيب مش من النادي اللي هو الملتزم معاك في العقد ده في حكم محكمه بينا فيه. فقالك انا ما اللي هيجيب حكم حضرتك نهائي ياخد. لكن ساعه ما تدي له الحكم لازم يفرج خلاص في بقى فوائد والا هقضيه في الفيفا على طول. بالظبط طبعا لا انا مش هزار. طب امتى بقى لما تجيب بقى الفلوس دي؟ استنى اتفضل لما تجيب الفلوس دي لو سمحت ها دعنا نحتفل بيك حتى لو بمداخله. حاضر يا فندم عشان نطمن الناس لان احنا فتره انتقالات. احنا لسه كوليبالي بدون قطع كلامك ايه كوليبالي احنا لسه واخدين احكي لي في كوليبالي ده ايه اللي حصل كوليبالي فيه؟ ده ايه اللي حصل قصه فيه؟ مش ممكن انت برضه انت توليته برضه ده انا توليته بعد ما وقعت المصيبه يعني العقد ده حضرتك ما تعرضش عليا خالص وهو بيتحرر بس انا عايز اقول للساده المشاهدين المستشار حلمي عندما نتعاقد مع لاعب في الناشئين بنبعت له الموضوع نقول له عايزين الحقوق التاليه من فضلك اعمل لنا عقد او نموذج عقد او مشروع عقد. الراجل بيبعت العقد وبيديه لنا
وبيمضي على جنب كده انه رجع وبينفذ العقد. كوليبالي ما تمش فيه الكلام ده. لا حضرتك، مع ان المجلس الجديد لما جه الراح اللي هو انا بسميه الجديد، خد قرار زي ما كل لما تلخبطش الناس الجديد اللي احنا فيه، لا اللي قبله اللي السابق 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 اخذ قرار زي ما كل المجالس المتعاقبه قبل كده، ياخذ قرار انه لا يجوز اعتماد اي عقد مع النادي الاهلي طرف فيه الا بتوقيع مستشار حلمي عبد على كل صفحاته. ده حقيقي من زمان جدا. ايوه لو حصل خطا يبقى مسؤوليتك دي عزم نخشر. بالظبط كده. الحمد لله الحمد لله على مدى حاجه 20 سنه يا استاذ ابراهيم عمرنا عمرنا ما في واحد جه وقال انا ليا حق عندكم، او احنا اخفقنا او فشلنا في ان نحصل على حق من حقوق النادي الاهلي. الحمد لله سيان على المستوى المحلي او المستوى الدولي. فالعقد اتعرض عليه من قبل المهندس محمود طاهر والاخ عصام. اتعرض عليك بعد ما تم؟ لا في بدايته لسه بيعملوا النيجوشيشن. وعقد رمضان صبحي نفس القصه دي. انا ساعات بقى يعني هتلاقيني يعني متشبث شويه، غتت بيقول عليا. لا غتت رزل بيقول عليا. ان انا بسر يعني حضرتك مدقق ان انا جداً. اكتب بالارتيكل البند يضمن تماما حقوق النادي الاهلي. ما احس يعني عارف مقفول مقفول تماما مقفول. مفيش بشيء من الصرامه. يعني انت يعني الواو يعني الحرف الواحد ممكن يفرق معاك طبعًا. حتى في الانجليش ممكن يوديك لميننج تاني معنى تاني خالص. فتعرض عليا عقد كوليبالي، فقلت لهم لا ده ينقصه كذا وكذا وكذا وكذا. فالمهندس محمود قال لي طب من فضلك ابعت لي الارتكل السديه عربي انجليزي بعتها. وقعدنا في العقد ده احنا كنا بنعمل لغايه الساعه 4 بالعربي وترجمتها قدامها بالانجليزي عشان كل الاطراف ما حدش يقول انا مش عارف انا ما بفهمش اللغه. اعترضت على كم، قلت انا اعمل العقد، قالوا لي لا احنا العقد ده واحنا الوقت بسرعه. لما تم العقد وتنفذ ما انا ما مضيتش عليه، ففوجئت من امين الصندوق بيكلمني العقد الفلاني ده انت مش ماضي عليه ليه؟ قلت له عقد مين؟ قال لي كوليبالي. قلت له قال لي كوليبالي اتعرض عليا، حطيت عليه الملاحظات بتاعتي وقلت ان يعملوا كذا، فلما بصيت فيه حضرتك لقيته ان انتوا ما نفذتوش اللي انا قلته، فامضي لك عليه ازاي؟ عندك رئيس النادي هو يمضي عليه، هو رئيس النادي ياخد القرار. فالمهم لما وقعت المصيبه في 23/5/2017 فوجئت بمكالمه من السيد المهندس محمود طاهر رئيس النادي والاخ عصام سراج اللي كان ماسك التعاقدات في ذاك الوقت، وبيقول لي عندي لاعب اختفى. اختفى فين يا سيدي الفاضل؟ قال والله ما نعرفش. طيب ساكن فين؟ قالوا في الحته الفلانيه، ابعتوا له طلبات حضور. المهم هندل القصه، لما الملف جالي وبصيت فيه عشان اقول رايي القانوني لقيت اللاعب ده باشمهندس النادي الاهلي اشتراه ب 800,000 دولار للنادي اللي هيبيعه. دفع فيه عموله حاجه هيوجد. انا بصراحه اسقط في يدي 268,000 دولار عموله. العقد ب 800 ودفع فيه 268,000 دولار. والله العظيم 268,000 دولار عموله ايجنت بلاير. كويس؟ متحدده الاسماء متحدده؟ متحدده مصري ولا اجنبي؟ دولار لا الاسماء يعني مكتب لا ما فاهم مصري واجنبي قصه كده يعني. المهم حضرتك وطبعا غير المحامي؟ لا ما فيش محامي. غير حضرتك عقد الولد يعني ده اللي اتدفع غير حقوقه هو غير حقوق الولد يعني واخد مبلغ كبير جدا يعني لسغن مقابل 800,000 800,000 دولار زائد 200 حاجه و80 غير الاكومديشن بتاع الولد اللي جه وسافر وتذاكر طيران بصرف النظر يعني حضرتك والفلوس اللي خدها الولد اصل دي مكان دي حاجات اوكي طبيعية. انا بقول لك التكلفه يا كابتن عدلي الولد ده وقف على النادي الاهلي بكام؟ مبلغ كبير جدا. فحضرتك مهندس محمود طاهر بقول له الولد ده دفع فيه 268,000 دولار. قال لي مين قال كده؟ قلت له يا فندم الورق انتوا بعته لي اهو عشان اقول لك رايي فيه. قال لي لا ما خدش بالي مش عارف كده وبتاع. قلت له يا فندم ده مخالف للرولز. الفيفا بتقول حضرتك في الرولز بتاعتها
من 8 ل 10% عموله وكيل اللاعب، ما تزيدش عن كده. انما تدفع ما يقرب الثيرد، تدفع ما يقرب التلت. ده كلام سوري. قال لي طب معلش هنعمل ايه؟ المهم عملت كيس تمام، هندل ده كويس، مشينا. عملت هنا ده لما هرب بقى، اتضح بقى انه هرب، حد كلمنا. الموضوع ده مر بحاجات غريبه جدا، يعني انا على سبيل المثال اول مره بقول لك الكلام القصه دي. انا الحمد لله اتحكم لنا في القضيه دي ب1,423,000 دولار. جميل. يلزم بيها الولد، يعني الولد لو عايز يخش في اي نيجوشيشن مع نادي اخر عشان ينتقل له لازم المبلغ ده يتسدد، او عايز يحرك الشهاده الدوليه بتاعته في اي مكان لازم المبلغ. يعني احنا دلوقتي الشهاده الدوليه بتاعت كولوبالي في مصر موجوده عندنا في ده بس عشان نتابع الموضوع. وحضرتك هو كان من حقه ان هو يطلع شهاده مؤقته لمده سنه، ما طلعهالوش لان انا اصريت ان هو تطلعش، وقفتها لان يدفع الرقم ده 1,423,000 دولار وياخد حريه انتقال ويمشي على طول. بص بقى حضرتك اثناء نظر الدعوه دي حاجه ده شيء يعني مضحك مبكي. فوجئت في يوم المهندس محمود طاهر بيكلمني بيقول لي الولد ده جاي فيه اوفر اعاره هو والاخ عصام للسعوديه. وهو هربان. وفي كيس. فقلت له يا فندم خلاص انتوا وزنوا القصه، شوف انتوا عايزين ايه وانا هنفذه. فقال لي نطلعه بدل القضيه دي خسران. قلت له يا فندم مين ده قال كده؟ خسران ازاي يعني؟ ما هي لو خسران مش هعملها. اساسا مش هعملها. فقال لي طيب يعني انت رايك كده، طب ما تكتب لي مذكره واعرضها على مكتب. كان كام الاعاره؟ كان اعتقد ب 300,000 دولار. يعني عايز يقلل من خسائر يعني. بس انت معناه انك اعترفت ان اللعيب ما غلطش. بالظبط كده. فقلت له يعني طب معنى؟ قال لي لا هنسحب الشكل. قلت له ده كمنطق مش هينفع الكلام ده، مش هيبقى فيه مصداقيه حتى. طالب 1,400,000 لا انا كنت طالب اكتر. كنت طالب اكتر عشان اخد ال 1000 مليون و400. بعديها بشويه واحنا ماشيين في القضيه جاتني مكالمه برضو منه ومن الاخ عصام، وقال لي ان في حد متدخل عشان الولد ينتقل نهائي لنادي في السعوديه. بكام يا باشمهندس؟ قال لي ب 400,000 دولار. قلت له ده منطق؟ كنا خلاص داخلين على انتخابات بقى. قلت له ده منطق؟ يعني حضرتك ندفع ونخسر كل ده عشان اجي في الاخر اخد 400,000 دولار؟ انت صاحب القرار. قال لي طب ما تكتب لي مذكره بس انا ارد على المجلس واخد موافقه ونمشي. قلت له يا فندم انا مش صاحب قرار. انت رئيس النادي حضرتك، خد القرار اللي انت عايزه. الديزيجن في ايدك انت، مش ورفضت في الحالتين يا اما هذا. طب الحكم ده دلوقتي ده واجب النفاذ. ده واجب النفاذ. برضه دلوقتي انما يحق. بص انا هقول لحضرتك. طب بس عشان افهمها واحده واحده، عشان ما طعنش في الوقت المناسب. لا هو كمان عشان يطعن هو قدام المحكمه الدوليه الرياضيه هيدفع مبلغ كبير جدا اللي هي الرسوم يا عدلي بيه. هيدفع حوالي 38,000 فرنك سويسري، فده مبلغ كبير جدا. بس انا معلوماتي ان الولد ده بيتدرب في نادي درجه ثانيه في انجلترا. النادي مش هيقدر يأيده. لا ما هو مش هيقدر طبعا، لو حد عايز يديله او يسلفه او وات ايفر يعني، لان دي عقوبه شخصيه، فلازم الواد ينفذها قبل ان ما يتحرك صني لا هو ولا حضرتك الشهاده الدوليه. لكن ما فيهاش ايقاف. ما هو يعتبر موقوف. ما هو كده مقفول. مش هيقدر. لا يعني مش يعني يعني مثلا شيكابالا كان غرامه ايقاف. الحضري كان غرامه وايقاف. لا دي هنا غرامه. لان هو الولد كان، انا طلعت مره وقلت القصه دي على انترفيو، الولد كان سلك سلوكا معيبا، وده يرجع للاداره حضرتك. احنا عندنا الاداره برضو ما يعني ما كانتش يعني لم يصبها التوفيق ولم يحالفها التوفيق مع الولد ده بالذات. لسبب حضرتك الولد ده كان بيعالج عنده مرض نفسي. بس هو قال كده بعد ما هرب يا فندم. ايوه ده حقيقي، هو قال كده. أيوة بعد ما وقدم مستندات. ايوه انا كان يعني لازم اعمل سيرش عنه وفي الانديه اللي لعب فيها قبل ما يجي بقى. قبل ما يجي. طب ما هو ده خطا يا فندم. ما هو ده خطا الاداره. ده اللي خلاه ما بيقعدش في اي نادي كتير. ده قال كده حضرتك. وقدمنا وجبت مستندات عليه وقدمتها حضرتك في قال عشان يخفف العقوبه. لا مش عشان يخفف العقوبه، عشان يقول انا عاودني المره المرض مره اخرى
هو تعالج، كان بيتعالج منه في 2015، ولما جه القاهره عودوا المرض مره اخرى على اساس ان يعني نغفر له ونعالجه. انه هي ان الفيفا تعفو عنه، اللي هو ليس على المريض حرج. ايوه بالظبط كده. فاحنا كان لازم حضرتك نعمل سيرش عن الولد قبل ما نجيب. ما هو في الحاجات النفسيه بقى، ما علينا، ما مش عايزين، ما حدش هيعرف، احنا عمالين نغوط، مش عايزين نغوط قوي. طيب يا فندم، يعني احنا كده الصوره اكتملت. لكن هي الجديد ان هو العموله كانت ده مبلغ كبير جدا، 268 ألف دولار. دي حاجة غير طبيعية طبعا. معالي المتر العظيم والصديق ومستشار النادي الأهلي للشؤون القانونية الذي يصادفه التوفيق حتى الآن في كل الحمد لله. اطلع به من مهام، نشكرك على أولا انك تكبدت المشاق وجيت، ثانيا التوضيح والجرعه القانونيه والثقافه القانونيه اللي كلنا خدناها على الهواء. انا حاولت بقدر الامكان انا حاولت بقدر الامكان اخفف من وطء حضرتك العبارات القانونيه يعني. نتمنى باذن الله ان احنا يعني نتواصل في جولات اخرى ان شاء الله. شكرا. بس في موضوع عايز اذكرك بيه، اتفضل. يمكن انت ما اتكلفتش بيه، يا ريت تنبش فيه. لينا فكوكه تعويضات، لينا فكوكه تعويضات، بس لازم حضرتك المره دي لازم تترفع قدام المحكمه الدوليه الرياضيه. اعمل اللي انت عايزه. حاضر يا فندم. ان شاء الله يجي لنا فيه 100 يورو. هات لنا قرار بس من مجلس الاداره. ان شاء الله يجي لنا فيه 100 يورو. ما يصحش لعيب يخرج من نادي الاهلي بالطريقه دي الا لما اتعقب حقوق النادي الاهلي. احنا مشينا على فكره، قطعنا مشينا بس قالوا هاوي. لا كويس، وبعدين لما رجع احترف بقى. احترف كويس، مشينا فيه برضه. بس للاسف الشديد، كانت في مراسلات بتيجي، معرفش بقى، الله اعلم، كان اتحاد الكوره ما بيوصلهاش، اداره النادي ما بتوصلهاش، ما تفهمش. فحضرتك قال قفلوا الكيس. انا بستاذنك، بدون صدور قرار. ما ده خطر. طبعا. هل ده اتقفل كده؟ لا خلاص، بس انت استقطعت ده، اصل هي في سيكونس لازم ما ممكن يقول لعدم المتابعه. لا يا فندم، خلاص مش معنى كده يسقط حقي فيها. طيب لو سمحت، بس انت لو قلت للكابتن الخطيب لينا فلوس هنا هيقول لك اتفضل. حاضر يا فندم. ماشي يا بيه. حاضر فندم. شكرا جزيلا. شكرا لكم، ميرسي جدا جدا على المستشار. شكرا. سعدنا بيكم جدا. شكرا جزيلا للمستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الاهلي، واللي اعتقد اسعد كل الاهلاويه بهذا الخبر المهم جدا، نجاحه من خلال هذه الدعوه القانونيه في اسقاط 135 مليون جنيه وفوائدها كانت مستحقه وتحرير النادي الاهلي حوالي 4-5 مليون يورو باذن الله ان شاء الله. كانوا محجوزين على ذمه القضيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف هو الاهلي اخذ الدوري بجد ولا ايه اللي حصل. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هو الاهلي خد الدوري السنه دي ولا الناس دي بتضحك علينا؟ اللي تابع الكوره واللي تابع العالم كله هو بيحتفل بابطال الدوري، واللي يشوف ابتهاج كل جماهير ابطال الدوري حول العالم يستغرب جدا على الفرح السكيتي الكتيمي اللي انتهت بيه مسابقة الدوري في مصر، أو تقريبا لسه ما انتهتش كمان. مش معقولة أبدا هذا الصمت الغريب العجيب المريب اللي بيتوج بيه فريق ياخد الدوري في موسم صادف أنه حقق فيه أعلى أرقام قياسية في تاريخ المسابقة، ومع هذا لم يشعر أحد، بل بالعكس سرعان ما تم إهالة التراب على اللقب وعلى البطل وعلى كل الأرقام اللي حصلت، وظهر الأهلي كما لو كان فعلا فشل الفشل الكامل السنة دي. الأهلي في هذا الموسم حقق من الأرقام القياسية ما لم يحققه الأهلي نفسه، أو كسر أرقام كان الأهلي نفسه محتفظ بها قبل كده. حصل على النجمة الرابعة، ولما حصل على النجمة الرابعة بقى أفضل أندية العالم حصولا على هذه النجمة، على الأربع نجمات بما يساوي 40 بطولة، وده عدد قليل حول العالم، يدوب هم كلهم 8 أندية. أفضلهم وأكثرهم نجاحا تاريخيا الأهلي. كل هذا الإنجاز العالمي المدهش جدا في أرقامه ودلالاته للأسف لم يلقى
أي نوع من التكريم من التقدير حتى من الذكر والتوقف عنده. باشمهندس عايز أقول لك إنه وإحنا هنفكر حضراتكم لأنه يمكن نسوكوا كمان الإجوان اللي الأهلي جابها السنة دي. هنفكركم ببعض أهداف الأهلي خلال الدوري، شوارب هيتعطف علينا إنه يفرجنا كم هدف، لكن الأهلي في هذه المباريات لعب 46 مباراة في كل المسابقات السنة دي في هذا الموسم المضغوط. لعب في الدوري 33 مباراة، باقي له مباراة مع المصري، لعب في الكاس 3 مباريات، لعب مباراة للسوبر، 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ليكون المجموع السنة دي في هذا الموسم المضغوط 48 مباراة في 240 يوم، يعني الأهلي لعب كل 5 أيام مباراة شامل السفر لأفريقيا والترحال و و و حقق الأهلي زي ما قلت لكم بطولة الدوري، حقق بطولة كأس السوبر، حل وصيفا لدوري أبطال أفريقيا، وينافس الآن على اللقب الجديد في دوري الأبطال بعد ما دخل دوري المجموعات وخرج من كأس مصر وخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا. في هذا الموسم المتوهج للأهلي في بطولة الدوري، إن كنت ناسي أفكرك، الأهلي حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، فضل الرقم الكبير باسم الترسانة 71 جون سنة 63-64، 71 جون في موسم واحد إعجاز للترسانة. الموسم ده الكتيمي السكيتي الفطيس قوي اللي محدش عايز يحتفل بيه ولا حد عايز يذكره، الأهلي كسر رقم صامد من 63. متخيل أنت إنه الأهلي سجل 73 هدف قبل الزيادة في المباراة اللي بقيا له مع المصري، لكنه خلاص كسر الرقم بتاع الترسانة. وكسر الأهلي الرقم القياسي لعدد المرات أو الفوز في موسم واحد. عمل السنة دي 27 فوز في الموسم ده، وقبل الزيادة في المباراة اللي باقية مع المصري كان الرقم السابق متسجل باسم الأهلي 26 فوز، وكان للزمالك عنده نفس الرقم 26. السنة دي الأهلي في هذا الموسم الذي لا يريدون الاحتفال به ولا حتى شكر أبطال الدوري دول، الأهلي عمل 27 فوز. الأهلي جاب مهاجم مغربي قوبل بعاصفة من التشكيك والانتقادات العنيفة جدا، صبر عليه الجهاز، سندوا ساعدوه كل زمايله، بقى وليد أزارو صاحب رقم قياسي كأعلى لاعب أجنبي في الدوري المصري يسجل أهداف في تاريخ البطولة، سجل 18 جون، كسر رقم أوتاكا النيجيري لاعب الإسماعيلي السابق وفلافيو الأنجولي لاعب الأهلي، كان كل واحد فيهم عنده 17 جول. هذا الأزارو الذي كان محل التشكيك سجل من خلال هذا الموسم الكوتيم السكتي خالص الرقم القياسي الأعلى للاعب الأجنبي في الدوري المصري. الأهلي يقدر يحطم رقم تاني لو بإذن الله كسب المباراة الأخيرة المؤجلة اللي بقيا له مع المصري. الأهلي عنده دلوقتي 85 نقطة، الزمالك عنده رقم 87 نقطة عملها في موسم 14-15 بس كان في 38 مباراة. هو ده اللي أنا عايز أقوله بقى. الأهلي حطم الرقم لو لجأنا إلى النسبة. أيوة. أنا عملت النسبة دلوقتي. أيوة. الأهلي استطاع أن يحصد في 33 مباراة. أيوة. نسبة 86%. من النقاط. أيوة. الزمالك في الموسم الذي حقق فيه رقم القياسي حقق 76%. إذن النسبة المئوية الأعلى هي للأهلي. للأهلي. تمام. ولكن لو الأهلي كمان كسب الماتش الجاي هيبقى المئوية وغير المئوية. طيب. نشوف إحنا مكاننا فين في العالم. نشوف الأهلي بهذا الموسم يا باشمهندس اللي أخذ به الدوري قبل نهايته بستة أسابيع وحقق النجمة الرابعة. النجمة الرابعة عشان تبقى الناس عارفاها ببساطة، العرف الدولي انه كل 10 بطولات دوري بتاخد عليهم نجمة. فالأربع نجمات السنة دي هما خلاصة 40 بطولة للدوري الممتاز. الأهلي
خد 40 دوري من 59 مره شارك فيها في الدوري، يعني 59 مره اقيمت مسابقه الدوري المصري، بدات في 48 49 تعطلت وتوقفت في بعض السنوات لظروف الحرب وخلافه. لكن الجدول اللي قدام حضراتكم ده جدول مهم جدا جدا، جدول يضم العظماء الثمانيه حول العالم في تاريخ بطولات الدوري. الاهلي زي ما انتم شايفين خد 40 دوري من 59 مره، عنده 68 نسبة نجاح، 68% نسبة التتويج، واثنين دوري راحوا بأهداف اعتبارية. أولمبياكوس اليوناني عنده 40 دوري، لأنه كل دول عندهم 40 دوري، عندهم النجمات الأربعة، بس من كام؟ من 77 مشاركة، فنسبة أولمبياكوس 52% فقط. بينارول بطل الأوروغواي شارك في الدوري بتاع بلده 90 مره، خد 40 نسبه 44%. جلاسكو الاسكتلندي شارك 93 مره، الدوري الاسكتلندي من اعرق الدوريات على ظهر الارض، نسبه نجاحه 43%. لينفيل الايرلندي شارك 88، عنده 40 بطوله، نسبه نجاحه 45%. ناسيونال الاوروغواي بصوا بقى 101 مرة، 101 مشاركة في الدوري، خد فيهم ال 40، يعني نسبة نجاحه 40%. أولمبيا الباراغواي 105 مشاركة، بصوا الدوريات عريقة قد إيه بقى، من 105 سنة، إحنا من 59 سنة، نسبة نجاحه 38. سلتك الأسكتلندي العريق شارك في الدوري الأسكتلندي 109 مرة. الناس دي بتلعب كورة تقريباً من قبل الخليقة ما تبدأ. عنده 40 بنسبة نجاح 37. دي إحصائية في العدد الوثائقي اللي صدر من مجلة الأهلي، بنشكر الزميل أحمد صفوت عليها لأنه عمل هذا البحث حول العالم. اسمح لي بس كده عشان إيه؟ آه. كل أندية النجمة الرابعة. هم ثمانية تصدروا المشهد العالمي. الأول حصل على النجمة الرابعة بنسبة 68% من عدد المشاركات. ودي أعلى نسبة، يليه أولمبياكوس ب 52، يليه لينفيد ب 45، يليه بينارول ب 44، جلاكسو ب 43، ناشيونال ب 40، أولمبيا ب 38، سلتك ب 37. طبعا هنا في مصر بقى يا باشمهندس تجد ان اسكتلندا دوري عريق، وأورجواي وباراغواي ليهم اكتر من فريق. ليه؟ لان الدوري بتاعهم 90 93 مباراه، 101 105 109. فالاهلي من 59 نصهم، يعني الاهلي لو لعب قدهم هيعدي بكتير قوي. طيب على مستوى مصر، على مستوى مصر عشان كل واحد يعرف هو واقف فين، الاهلي اخذ الدوري 40 مره، ده معناها ايه؟ 59 مسابقه اقيمت فيها بطوله الدوري، انديه مصر تنافسوا 59 مره على هذا الدرع، الاهلي خدوا 40 من ال 59. طيب الباقيين دول راحوا فين؟ نادي الزمالك الشقيق اخذ 12، الاسماعيلي اخذ 3، وبعد كده في دوري واحد اخذوا الترسانه والمحله والاولمبي والمقاولين، يعني 19 دوري تقاسموها 6 فرق، يعني هتلاقي الاهلي اكتر من ضعف عدد الانديه كلها مجتمعه، اكتر من الضعف عدد الانديه مجتمعه، الاهلي اعلى منهم تتويجا. الاهلي على اذا كان على الصعيد العالمي هو الاول بين العظماء الثمانيه. طب على المستوى العربي والافريقي، في عرب افريقيا عشان تبقى المساله قريبه بيننا وبين بعض، تونس باعتبارها المنافس المباشر للكره المصريه، الدوري التونسي اتلعب سنه 57، يعني تقريبا 9 سنين بعدينا كمان. الترجي العنيد العتيد أخد الدوري 28 مرة، والأفريقي 13 مرة،
والنجم عنده 10 دوري والصفاقسي عنده 8. الدوري المغربي اول ما تقول المغرب يقفز للذهن الرجاء المغربي الاسم الاشهر، لكن تكتشف ان الرجاء المغربي ثالث انديه المغرب حصولا على لقب البطوله المغربيه. اتلعبت بطوله المغرب سنه 56. الوداد البيضاوي عنده 14 دوري، بينما الجيش الملكي عنده 12 والرجاء 11. بص الفرق بين الاهلي وبين كل الانديه العربيه الشقيقه المنافسه. في الجزائر الدوري الجزائري انطلق 1962. شبيبه القبائل عنده 14 دوري. وفي ثلاث انديه عندها 7 دوري. اتحاد العاصمه والمولديه ووفاق سطيف. الفوارق واضحه جدا. عرب اسيا الدوري الابرز والاقوى والاشهر والاغنى والاغلى والاعلى الدوري السعودي. انطلق سنه 77. الابطال فيه الهلال الزعيم عنده 15 دوري. بس الاتحاد والنصر عندهم 7 و7 والشباب عنده 6. والدوري الاماراتي اللي حسين الشحات لسه واخد احسن لاعب فيه انطلق مع حرب اكتوبر عام 73. العين اللي نجمه ايضا حسين الشحات خد السنه دي الدوري رقم 13. والوصل والاهلي كل واحد فيهم عنده 7 بطولات. قلنا كده قال لك يا عم ده دوري ضعيف، دوري المصري هو في دوري يبقى الفرق بين الاول والاول والثاني يا باشمهندس 17 نقطه و18 نقطه، قياسا على انه الدوري لما خلص السنه دي خلينا اقول لك الدوري اللي محدش عايز يذكره حتى بالتحليل. الاهلي اخذ الدوري لسه باقي له ماتش بس عنده 85 نقطه. الاسماعيلي الثاني 68 نقطه، يعني الفرق كام؟ 17 نقطة مش كده؟ اه 17 نقطة. الدوري المصري ضعيف وهزيل لأنه الناس شايفة بس الفرق بين الأول والثاني. الإسماعيلي خلص ماتشات والأهلي لسه له ماتش كمان، شايفين إنه الدوري ضعيف ومبررهم. بص الفرق يا عم، شوف الدوريات البره اللي كله بيطحن في بعض لغاية آخر ثانية. سيبكوا بقى ده دوري ضعيف، طب ما تروح للدورة الأقوى والأعنف. طب هو الدوري ضعيف المنافسين ما بياخدوش ليه؟ صحيح. لا بس خد المنطق بقى من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي اللي توج فيه مانشستر سيتي وصل ل 100. جوارديولا احتفل كما لم يحتفل من قبل بالفوز الاخير عشان جاب 100 نقطة. وهو متوج بس وصل للنقطة 100. طب مانشستر سيتي وهو البطل ب 100 نقطة. الثاني مانشستر يونايتد 81 نقطة. بصوا الفرق كام بقى؟ 19 نقطة. الفرق بين البطل والوصيف 19 نقطة. حد قال الدوري الإنجليزي ضعيف؟ هو اتقال الدوري المصري ضعيف عشان الأهلي خده. صدقوني أي سمكة الأهلي هيصطادها هتطلع مضروبة. طب وبرشلونة؟ هتطلع مضروبة. إسبانيا؟ أنا هقول لك على حاجة. كوتيمي محدش احتفل بالدوري. ولا حاجة خالص، ولا الأهلي كأنه عمل حاجة. والكلمة اللي بتتقال ده دوري ضعيف. يا عم لا يعني يا ابراهيم شوف انجلترا احتفلت ازاي. بس انا اجيب لك احتفال انجلترا. لا بس كلمه ان ما ترددش كمان كل شويه هم ما احتفلوش عشان الدوري ضعيف. مين اللي بيقول الدوري ضعيف؟ طب ايه الاحتفال ده؟ اديني مبرر لعدم الاحتفال. لا مش عايزين يحتفل. مش عايزين. اديني مبرر انت للي بيحصل بقى النشاط. اديني مبرر انك تيجي تعمل ماتش الاهلي والزمالك بحكام مصريين. اديني مبرر ان الفاينل يتعمل عليه المشاكل دي كلها. اديني بتاع الكاس. اديني مبرر كل هذه الضوضاء. كل هذه الضوضاء حتى ليحتفل الاهلي بانتصاره عشان اللقطه دي ما تبقاش مصريه. طبعا بصوا بقى مانشستر سيتي وهو في افراح واحتفالات وهو حاسم الدوري من بدري. الله. محدش قال ده كانت مضمونه وكانت كده. والاهلي هيحتفل برضه باذن الله. هتشوف احتفاله يبقى شكله ازاي باذن فعلا. الله ده الاحتفال الانجليزي بمانشستر سيتي وهو يتوج. طب ما عايز تروح انت فين؟ لا اسبانيا. ها؟ اتفضل. أقوى أمتع وأقوى واللي فيه بقى أقوى فرقتين في العالم. اتفضل. ها؟ برشلونة 90 نقطة. أتلتيكو مدريد كام؟ 78 وريال مدريد 75. يعني 78 ل 90 13 نقطة. ها؟ 13 نقطة وبينه نفس الفوارق وبينه وبين ريال مدريد 15 نقطة. أنت متخيل برشلونة بينه وبين ريال مدريد 15 نقطة؟
عشان لما يبقى بين الاهلي والزمالك 24 نقطه الناس مستغربه. هل الفرق الكبير بين برشلونه والريال او حتى اتلتيكو مدريد الوصيف خلى الناس دي ما تحتفلش؟ برد الفرحه؟ طب اتفرجوا على احتفالات، اتفرجوا بقى احتفالات برشلونه عامله ازاي في كاتالونيا. احنا مش عايزين، مش ليه الناس مش عايزه تعيش لحظه الفرحه؟ ليه ثقافه الاحتفال والفرحه والبهجه مش عايزين نتعلمها؟ برضو اكنها ثقافه. لا بقول لك، ولذلك الاهلي عليه ان يحتفل هكذا. دي انت انتزع حقك يا ابراهيم، ما حدش هديهولك. ايوه اللي عايزين ارتب انا احتفالي. ده وكل حاجه يقول لك ايه، ما نعمل ماتش الاهلي والزمالك في حكم مصري، هو ده ما خلاص بقى حسمها. ايوه بصوا شغل التفطيص. وانا ليه ما تدينيش فرصه ان انا اسعد جمهور واحتفل مع الناس النظر. واشكر لعيبتي؟ ليه بتدخلني في القصه دي؟ كل ماتش مشكله، كل ماتش مشكله. طب فرنسا ده انا على فكره، ده احنا من خلال المقارنه دي احنا اكتشف ان الدوريات القويه هي اللي فيها الفوارق الكبيره. لان انديتها اللي بطلها كبير، بطلها قوي وبيحسم. باريس سان جيرمان 92. طب موناكو 77، يعني 15 نقطه. 15 نقطه ادي فرنسا. وعملوا ايه في الاحتفال؟ هات يا شوارب، هات يا شوارب، روح فرنسا، فرنسا يا شوارب، على فرنسا يا سيدي ودينا. بصوا اتفضل 15 نقطه فرق، وباريس سان جيرمان حاسم من بدري، ومع هذا عاشوا اللحظه وفرحوا جماهيرهم. هي دي الكوره يا سيدي. علشان في انا بس هنعلق بعد ما نوري الناس. بص طب المانيا، المانيا بقى دوري ضعيف قوي. بايرن ميونخ 84 وشالكه 63. 19 نقطه. المانيا كل دي الدوريات الضعيفه اللي زحلتنا. طب ما تشوف بايرن ميونخ وهو بيحتفل اهو، هتلاقي احتفالات الالمان صاخبه جدا وقويه جدا باحتفالاتهم وهم رافعين درع الدوري وبيرقصوا على منصه التتويج. يا اللي اتحرمتوا من التتويج. بص في كاس مصر سيتم الاحتفال فور انتهاء المباراه. ايوه وهيتعمل ايه بقى؟ تذكر كلامي. المراسم اللي هتتعمل. هو ازاي يديلك اللقطه التي تستحقها؟ كل الناس شايفك، هو مفيش غيرك؟ ما كفايه عليك كده يا جماعه، يا جماعه. اللي ما يشوفش من الغربان لا مؤاخذه. يعني يا شوارب يا ريت تسمح لنا بزياده في الوقت عشان نستكمل الموضوع المهم، الموضوع اللي ربط بيه المهندس عادل. لا الموضوع بتاع الكاس، الموضوع اللي له علاقه ذات الصله، ده هذا له علاقه لماذا لم يتم الاحتفال بالاهلي. فهنستاذنكم في نص ساعه زياده. هو الاهلي جاله الدوري وما احتفلش؟ ده فضلوا يكلمونا على اعتبار برضه الاهلي لو مشي في الكاس برضه ويفطس لك الدوري. ليه؟ ايوه اصل احنا هنصنع، اصل مش لاحقين نصنع، كلام بتاع السنه اللي فاتت، اصل الدوري لا يليق، اصل الدوري الدرع الجديد مش عارف هتكلف كام. حتى اصل الاهلي مش محتاج لقب، اصل الناس كلها عارفه، عارف الكلام ده؟ لا ده كلام حق يراد به باطل. هذا كلام، وعلى الاهلي اذا لم يحتفل به اتحاد الكوره كما ينبغي ان يحتفل باهم نادي لديه فليحتفل الاهلي بالاهلي بجماهيره. بجماهيره واحتفل بنفسه. احنا عندنا احتفال من نوع خاص، دي اهم بطوله في العقد الجديد. ايوه انت كملت بيها النجمه الرابعه، انت كلمت النجم، كملت النجمه الرابعه. انت تتصدر العالم في التتويج الان، انت طيب. تتصدر العالم. الحدوته المثاره بقى اللي ليها علاقه بالكلام ده كله، هي مش منفصله، ازمه التحكيم في نهائي الكاس بكره والحكام الاجانب، والموضوع ذات صله، بل بالعكس ذات صله وثيقه. وانت مالك بالموضوع ده؟ انت مالك صحيح؟ الا انا مالي، ده انا مالي ومالي ومالي. انا مش طرف في المباراه، لكن انا اعيش هذا المناخ بالضبط. انا ضحيه هذا المناخ. طيب قصه بقى الحكام الاجانب في اكتوبر 2017، الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام عضو مجلس اداره الاتحاد قال كلام مهم من حيث المبدا،
اللي عايز يجيب حكام اجانب نجيب له ويدفع الفلوس. ما تيجي نتفق على حاجه. اه انا ليا مزاج كده نسرد بدون تعليق. هي الاحداث دي محتاجه تعليق. محتاجه تعليق. طيب هو في مصر بس بسرعه كده عشان نربط الامور وما نعلقش. هو في مصر هو في حته في... طب ما تيجي نعمل مسابقه. اي في اي مكان في العالم وقعت هذه الاحداث؟ رئيس لجنة حكام يطلع يقول لك لو حكم أجنبي كان طرد خمسة من هنا وطرد خمسة من هنا، ولكن أحيي الحكم اللي خرج بالمباراة لبر الأمان. في أي مكان في العالم يحدث أن رئيس حكام يقول لك رئيس النادي بعت وشتمني وقال وأنا ما بتهددش، ويمر الأمر مرور الكرام. في أي مكان في أي مكان في أي في أي مكان يستقيل واحد زي المهندس ماجد نجاتي من لجنة أندية المحترفين استقالة مسببة، يقول لا توجد إرادة في تمكين الأندية أن تدير نفسها ولا يتوقف أحد. لو عرفتوا الإجابة ليكوا تذكرة لروسيا هتدفعوها أنتوا. نشوف بقى كابتن عصام عبد الفتاح وهو بيتكلم في أكتوبر 2017 عن حق أي نادي يجيب حكم أجنبي. كابتن عشان وقتنا في النهاية، يعني احنا بكنا كل تقدير واحترام لحكام مصر، لكن في النهاية انت بتقول ان معظم الحكام بسبب الإهانات دي مش عايزين يحكموا للزمالك، وفي المقابل رئيس نادي الزمالك بيقول انا عايز حكام أجانب. هو دلوقتي من حقه يبعت لاتحاد الكرة المصري على ان يتحمل الطرف الطالب هو مصاريف الحكام. احنا ما عندناش مشكلة مع أي نادي، وأي نادي شايف إنه هو ما بيثقش في الحكام المصريين، إحنا ما عندناش أي مشكلة، إحنا حكامنا ناس محترمين وناس على درجة كبيرة جدا من الأخلاقيات والسلوكيات المحترمة، وده اللي هقوله بس، مش هتكلم على حد تاني. تمام تمام أحمد فاضل. سريعا كابتن، تكلفة الحكم هتبقى طاقم الحكام هيبقى قد إيه؟ عامة يعني على حسب مستواه وقيمته، على حسب البلد وعلى حسب ده في حكام بتوصل. عندما سئل الزمالك في اكتوبر 2017 قال لك حقه يدفع الفلوس ويجيب يدفع الفلوس. طيب ده حقه لانه الزمالك. الاستاذ ثروت سويلم في اون سبورت قال اتحاد الكوره ما وافقش على حكام لمباراه الزمالك وسموحه. نشوف كم جانب. عندنا كلمة عتاب يا حب لاتحاد الكورة. ليه يا كابتن؟ ليه بقى؟ انه اتحاد الكورة اعلن انه قبل بطاقم حكام اجنبي. تمام. وبعت طلب الفلوس من نادي سموحة، ونادي سموحة ورد الفلوس. تمام. وبعد كده اعلن اتحاد الكورة ان الحكم مصري. كان من الاولى اذا كان الاتجاه لمصري ما كان يعلن قبوله لحكم اجنبي، وما كان يعني يرسل في طلب الفلوس والكلام ده كله. اتفضل. بص يا كابتن مدحت، عشان بس يعني دايما اتحاد الكوره يعني ما فيش فصيل يدافع عن اتحاد الكوره. انديه كبيره، اهلي، زمالك، سموحه، اتحاد، اسماعيلي، كل نادي ليه مرادينه ومحبينه واعلام ليه. اتحاد الكوره اتحاد هو اللي بيدير اللعبه. لا يا كابتن احنا ما اعلناش ان الحكم اجنبي. ما اعلنتوش. المهندس فرج عامر طلب رسميا آه. بجواب لاتحاد الكوره قال انا عاوز حكام اجانب ومستعد لدفع كافه نفقات الحكام الاجانب. لما الكابتن هاني اتعرض عليه ومجلس الاداره اتعرض عليه ان يبقى في حكام هنا اجانب وهنا مصريين، فكان قرار نهائي لاتحاد الكوره ان يكون في حكام مصريين بدون تعليق. الزمالك سموحه بعت لكن اتحاد الكرة موافقش. طب ليه موافقش؟ لأنه الزمالك كان اعتراض. نسمع كمان ثروت سويلم. لما رأى إن في أزمة بتحصل وكل نادي، ولو كنا قلنا مثلا كابتن إبراهيم لا طب خلاص حكام أجانب، كان نفس الهجوم اللي بيحصل من المهندس فرج عامر هيحصل من المستشار مرتضى منصور. فبالتالي اتحاد الكرة رأى إن الأمثل والقرار الاقرب لينه بحكام مصريين. يعني انا افهم عندك سبب على فكره ربط طلب حكام اجانب وعدم
اللجوء الى الحكام المصريين او عدم رغبه الانديه في الماتشات الحساسه انه عدم ثقه في الحكام المصريين اطلاقا اطلاقا، ولكن مزيدا من التوخي العدل والحذر، لان الحكم المصري تحت ضغط الاعلام وتحت ضغط الشارع وتحت قد يتاثر، ولكن الحكم الاجنبي مهما غلط خلاص ده اجنبي ما يعرفش حد. وانا ما اعرفش ليه اتحاد الكوره ما بيروحش للحلول الاسهل، ولكن اللي جاي اصعب، اللي جاي اصعب بقى اللي هو ايه بقى نسمعه. عنتر عامر من حقه باعتبار ان نادي سموحه نادي اجتهد كتير جدا، المهندس فرج عامر لما عمل صرح عظيم لنادي السموحه نفسه حقق اول بطوله ليه، فده وضع طبيعي ان كرئيس نادي محب للنادي عاوز يبقى الموضوع بعيده فيه حياديه وشفافيه. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طب هل ما طلبتوش الفلوس يا كابتن ثروت؟ انا هكلم حضرتك في منتهى الصراحه. ايوه بالظبط. المستشار مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. لا تعليق، لا تعليق، دي ما تنفعش يتعلق فيها. نو كومنت. طيب لكن السؤال، هل هم فعلا خدعوه ووافقوا على الحكام الأجانب ورجعوا في كلامهم ولا إيه اللي حصل؟ كنت بتكلم مع المهندس فرج عامر على موضوع الحكام الأجانب، الاتحاد وافق وقلت له أنا هتحمل قيمة حضور الحكام الأجانب 15000 دولار والشيك في الطريق، والاتحاد الكرة ما عندوش مشكلة. هل فعلا خلاص بدأتوا تتصلوا باتحادات عربية أو أجنبية لحضور حكام أجانب؟ بص يا كابتن كريم، الموضوع كله إن اتحاد الكرة حريص جدا على دعم حكام مصر، ويمكن كان واضح جدا من حرص الكابتن هاني بوريده ومجلس الاداره على ان الكابتن محمد الحنفي يحكم ماتش الاهلي والزمالك رغم حساسيه المباراه، لكن كان في الوقت ده الماتش بالنسبه للاهلي بطل الدوري والزمالك شيء نتيجته مش هتاثر في ترتيبه، ولكن النهارده انت بتتكلم في ماتش سموحه والزمالك، المهندس فرج عامر بعت جواب رسمي بيقول عاوز حكام اجانب، وبدا الحوار على اجانب وحكام مصريين يعمل قلقله، وبالتالي حرص اتحاد الكوره على حكام مصر برغم ان ده يعني ده ما يقللش من قيمتهم ان يبقى في حكام اجانب، ما يقللش من قيمه حكام مصر ان فعلا من افضل الحكام في افريقيا حكام مصر، وان اتحاد الكوره داعم جدا لوجودهم وداعم جدا وفي ثقه كامله فيهم، لكن انت النهارده بتتكلم يا كابتن كريم اصبح في حوارات من قبل الماتش ما تلعب النهائي، عشان كده كان في حرص من الكابتن هاني بوريده انه يتصل، وفي اجتماع كان موجود المهندس احمد نجاد والكابتن مجدي عبد الغني والدكتور كرم كردي والكابتن عصام عبد الفتاح في اتحاد الكوره النهارده، واتصال تليفوني كابتن سيف زاهر وكابتن حازم امام والمهندس الحاج محمد ابو الوفا، عشان يبقى في قرار نادي سموحه طالب حكام اجانب، نادي الزمالك عاوز حكام مصريين، يبقى في يعني فصل في الموضوع، فبالتالي موافقه اتحاد الكوره على حكام اجانب مش تقليل لحكام مصر ولكن حرصا عليهم. شفنا الكابتن محمد الحنفي برغم تالقه وادار المباراه بكفاءه جدا ووصل ماتش المباراه لبر الامان والسلامه، الا ان برضه كان في نقد كبير وكان اللعيبه مع بعض كان الوضع مش طبيعي، وبالتالي كابتن كريم لما اتحاد الكوره بيختار حكام اجانب ليس مجامله لنادي سموحه ولا المجامله لنادي الزمالك ولا ضد نادي الزمالك، نادي الزمالك حريص جدا المستشار مرتضى منصور باللي عمله في نادي الزمالك، اصراره وحبه وحرصه انه ياخد بطوله، فهتلاقي في حرص جامد جدا في الماتش. المهندس فرج عامر اول مره نادي سموحه هو ثاني مره يوصل النهائي، لكن اول مره يبقى يتمنى يبقى فيه بطوله، وده حقه ان هو يحلم ان يبقى فيه بطوله كاس مصر نادي سموحه تخليك تبعد عن مشكله الحكام ويبقى فيه حكام اجانب، وده السبب لا تقليل من الحكام مصر، بالعكس كل الحرص على حكام مصر، وبالتالي حتى الحكام المصريين يعني عدم رغبتهم في يبقى فيه حكم رابع مصري كان الطعم كله حكام اجانب، عشان يعني ايه يبقى الموضوع بعيد تماما عن حساسيه الماتش. أقول إيه؟ ما تقولش حاجة، والله ما ينفع يتقال حاجة.
عشان خاطري، لان لو قلنا حاجه هنبوظ كل الكلام اللي قاله للراجل ده. هو بعد اللي حصل ده التراجع كان ليه؟ ربما يكون المهندس فرج عامر عنده تفسير نسمعه. حضرتك اذا رحنا الماتش بس انا بكره هشوف تبعيات الانسحاب ايه. لو احنا يعني ده يختصر على الكاس وهذا الكلام، احنا مش هنروح الماتش. خلاص مبروك على الزمالك، احنا ما فيش ما عندناش اي مشكله. بس احنا والله هتشوف حضرتك. بص انا راجل عارف انا بقول ايه. وهتشوف سيادتك، انا مش هلعب الماتش عشان عصام عبد الفتاح مصمم ليه؟ مصمم ليه؟ اخطاء جوهريه قدامه، بيجامل الناس ليه؟ ايه اللي بيعمله؟ ايه اللي مصر؟ معظم اعضاء الاتحاد قالوا حكام اجانب. ايه اللي حاصل؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عشان السوبر يتلعب اهلي وزمالك في الامارات، خلاص مبروك عليهم يتلعب اهلي سوبر في الزمالك، عشان خلاص ما حدش يكسب بطولات، خلاص ما حدش يكسب بطولات. ادي يا سيدي العمليه، خلاص احنا مش هنركب الدوخه ومش هنروح الماتش. خلاص مبروك. كابتن ثروت ليه التعقيب على فرج بيه يا كابتن ثروت؟ معلش انا بص يا مش ما فيش تعقيب، احنا متشكرين. انما اتحاد الكوره قال لي ابعت الفلوس، امبارح قالوا حكام اجانب بعتوا لثمان دول، عملوا هذا الكلام. ايه اللي حصل؟ انا قلت لستك اسئله لا يستطيع احد ان يرد عليها. خلاص احنا عرفنا قدرنا وهنحترم نفسنا ونلم نفسنا بدل ما نفضل عايشين في كده. وانا بكره هروح التمرين وهقول للعيبه اتفضلوا انتوا اجازه للسنه الجايه، بس احنا بكره الصبح هنشوف تبعيات الانسحاب من الكاس ايه، او لو لعبت هلعب بالناشئين. وهتشوف حضرتك احنا هنعمل كده، عشان ده هيكون يوم تاريخي في مصر. الظلم ربنا ينتقم. هاني ابو ريده ما يردش عليا، واول ما المستشار مرتضى يكلمه يرد عليه. امبارح حكام اجانب، النهارده مصريين. انا يا عم انا راجل ضعيف، انا راجل ضعيف. نعم. انا راجل ضعيف ووضع امري لله. ربنا ينتقم من الظالم، ربنا ينتقم من الظالم، وربنا ينتقم مني لو انا ظالم. نعم. وحسبي الله ونعم الوكيل. مفيش عداله رياضيه. هدي نفسك. مفيش عداله رياضيه. هدي نفسك. الله ونعم الوكيل. هدي نفسك. ربنا ينتقم من الظالم. هدي نفسك يا فرج بيه. ربنا ينتقم من الظالم. الجبنة في ماسك زلل على ناس. صحتك يا فرج بيه، صحتك. ماسك زلل على ناس، انا ما بمسكش زلل على حد. صحتك يا فرج بيه. انا ما بمسكش زلل على حد. حول الله يا رب. انا ما بساومش حد. اسمحوا لي أن أقدم بلاغ إلى السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب يستمع إلى هذه اللقطة وأطالبه بالتحقيق فيها. اللي بعديها. بس هيحقق في إيه ولا إيه؟ اللي جاية قلبت الدنيا. وقع أقل منها أو زيها في السعودية لقت قرارات فوريه جدا. ده احنا ده هو ده كل جداً. الفقره دي عشان اقول لكم بقى الناس اللي لكن اللي جايه وجدت اذانا ناس عايزه مقفولة. عايزه تصلح في اراده. اللي حصل ده يا جماعه اللي هتسمعوه في اللي جاي معرفش ازاي ممكن يعدي، بس بقى له يومين عدى. لا ده عدى خلاص، ده خلاص مهندس فرج عامر قبل. طب نشوف. والله العظيم لا هقول كل حاجة. عصام عبد الفتاح خلى ابراهيم نور الدين يكلمني في التليفون يقول لي انا اللي جاي وعشان خاطري هيبل. عيب 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 يزق عليا حكام في عينه بيقول لي ابل. ما يبقاش الكلام ده. لو هو راجل يطلع يقول كذب. ابراهيم نور الدين يكلمني يقول لي انا ابنك عايزك احكم الماتش. ينفع؟ ينفع؟ عيب 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 عيب. المفروض دي رياضه رياضه يا جماعه، دي رياضه وامانه، رياضه وامانه. طيب انا عايز اقول حاجه ومش عايز اقول لك اكتر وهقول اكتر. لا لا وتفاصيل اكتر ومخجله. هدي نفسك. انا عندي تفاصيل مخجله. هدي نفسك يا فرج بيه. والله ماشي يا مدحت. شكرا شكرا. مبروك على الزمالك الكاس. حول الله يا رب. مبروك على الزمالك الكاس، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا يا متحدي، شكرا.
يعني انا قبل الفقره دي قلت لكم انا عايز اتقدم بشكوى لرئيس لجنه الشباب والرياضه عشان يفتح تحقيق من خلال المجلس او استجواب، ولكني لما رايت رئيس لجنه الشباب والرياضه بيحاسب ويشعر بالظلم بقيت الانديه بقيت انا مش عارف اقول ايه، لان الحقيقه الواقعة اللي سردها في الاخر دي في بلاد تريد تصويب المسار، تريد تحقيق العداله، في اتحاد كره يريد تحقيق العداله، يريد ان يقف في بشفافيه عشان يخلي مسابقاته منوره وعشان يفض الاشتباك. انتم متخيلين الاحداث دي بتعمل ايه في الشارع المصري؟ متخيلين اللغط ده بيعمل ايه في الشارع المصري؟ والمسؤول عنه مين؟ صاحب القرار الذي لم ينتفض الى تصويب المسار. طب الواقعه دي لما حصلت حاجه شبهها في المملكه العربيه السعوديه قبل مباراه نهائي كاس مصر، كاس خادم الحرمين، خادم الحرمين، كان هناك حكم دولي فهد المرداسي اسمه فهد المرداسي، حكم دولي رايح كاس عالم، رايح كاس عالم، رايح كاس عالم. احكي القصه. بصوا القصه زي ما قالتها جريده الرياضيه السعوديه تكشف سر ابعاد الحكم المرداسي، وصديقنا العزيز علي مسعود مدير تحرير الرياضه الرياضي حكم نهائي الكاس متهم بالرشوه، كتب علي مسعود لموقع 1-3 قصه انه فهد المرداسي الحكم المرشح او تم اختياره ضمن الحكام اللي رايحين كاس العالم قبل مباراه نهائي الكاس كاس خادم الحرمين، ثبت اتصاله برئيس احد الناديين والكلام خد بعضه، نظام ساعدني احكم الماتش و و و و، الراجل خد المكالمه ووداها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في السعوديه. عمل ايه؟ خدوا بالكم حكم هي واقعة ابراهيم نور الدين بره الامان، قال لهم عايزين نمشي الدنيا لبره الامان، ولا قال لهم دور على بره الامان؟ اول حاجه ايقاف الحكم واختار المباحث الاداريه بالتعامل معاه، السلطات القانونيه تقبض عليه وتحقق معاه، وجاب الحكم الانجليزي حكم المباراه امبارح عشان يفوز اتحاد جده على الفيصلي 3-1 وخد كاس خادم الحرمين، وعملوا احتفاليه كبيره جدا في حضور خادم الحرمين. كده بمجرد ما ثبت انه فعلا اتصل باحد طرفي المباراه الجزر، ما قالوش ان ده يا خساره يا حرام ده مش هيروح كاس العالم، ده انتوا كده هتخسروا السعوديه مقعد في كاس العالم لحكم، ده الراجل ده صاحب عيال، ده الناس دي، ده احنا كده دي سمعه التحكيم السعودي. ابدا، هو ده التعامل، ده على وهي فكرة دي الشفافية، على فكرة وهي دي الرياضة. استاذ ابراهيم، هو ده اللي عامل سمعة للتحكيم السعودي طبعا، ان طالما انك بتحاسب يبقى كل الباقي سليم، لكن لما انت تطلع المسابقة بقى بتاعتنا في اي مكان يحدث هذا، ها هاتولي مكان واحد في كوكب الارض في اتحاد كرة بيتفرج على كل هذه الامور بل شريك في صناعة هذه الاحداث. اتحاد الكرة ورئيسه المهندس هاني ابو ريده عضو نافس في الفيفا، ازاي ده يحصل؟ ازاي في دوله على فكره على فكره اتحادها نشا في العشرينات؟ اتمنى ان يتحاور معنا بهدوء اتحاد الكوره، لا يقنعونا ونعتذر لهم عملنا دي عشان كذا، عملنا دي عشان كذا، لان دول اصدقاء بنحبهم صحيح، لكن خلاص مش اخواننا، مش قادرين نشوف المناظر دي والحاجات دي بدون تفسير. مين يا جماعة يقدر يشوف كده بدون تفسير؟ كيف ينصلح الحال؟ لماذا استقال الأستاذ ماجد نجاتي واعتذر؟ لماذا لم يحقق فين صالح الحكم المصري بعد مباراة الأهلي والزمالك اللي طلع رئيس اللجنة وقال لك كان لازم يطرد 5 من هنا و5 من هنا وبر الأمان؟ فين العدالة؟ سيبك من بر الأمان دلوقتي، دي ليها ناسها. هو أمان إيه؟ هو في جمهور؟ أمان إيه؟ هو في جمهور؟ كل سنه وانت طيب يا باشمهندس، كل سنه وانتم طيبين، تاني وتالت ورابع. قد يبدو ان الامر ليس لنا به علاقه مباشره وهذا حقيقي، طرفين في الاخر قبلوا الوضع القائم بعد كل السكونات اللي فاضت، لكن فجروا حقيقه اسئله بعضها بلسانهم وبعضها احنا بنكمل عليها.
عايزين اتحاد الكوره بهدوء ودون ان هي تبقى المساله داخله في عنده وداخله خلاص يا سيدي. تم اقصاء الاهلي شكرا، تم فرض الكلمه، حكام مصريين اذا كان ده لصالحهم اهلا وسهلا، ولو اني اشك ان ده لصالحهم لان التاريخ سوف يحكم. ما هو في تاريخ بقى بيستعيد كل الاحداث دي بعد ما تهدأ الامور وفي ظروف اخرى ويتحدث عنها لا تمحى بالتقادم. هذه احداث لا تمحى بالتقادم. الكلام اللي اتقال في الفيديوهات ارجو حد يطلع يفسره لنا من كل الاطراف، حد لان كل الاطراف اللي في بالصدفه يا استاذ ابراهيم اللي في الموضوع ده هم اطراف نافذين. المدير التنفيذي للاتحاد، المتحدث الرسمي، رئيس لجنه الحكام، رئيس لجنه الحكام، ورئيس لجنه الشباب في مجلس الشعب، وعد مجلس الشعب، ورئيس نادي من اكبر انديه يعني هو النادي القطب الاخر يعني بالظبط. فاحنا لما بنقول كده بنقول علشان نقدر ندير مسابقاتنا بعد كده. اما القول بقى زي ما بيقول لك دي نهايه الحكام الاجانب، اهدوا شويه ما تقولوش الكلام ده، ما تتسرعوش فيه. رمضان كريم، كل سنه وحضراتكم طيبين. هناخد اجازه من بعض او هتاخدوا اجازه مننا بالاحرى طوال الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، دمتم للاهل دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين.